بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي لكم طلبتي الأعزاء في كلية العلوم الطبية وفي مساق فارماكولوجي فور نيرسز. وصلنا في اللقاء السابق إلى الجزء الثاني من الأدوية اللي بتأثر على الجهاز الهضمي، اللي هي drugs affecting gastrointestinal tract أو digestive system. إيش هو؟ أخذنا الانتاسيد لدرجز، واليوم بدنا ناخذ المجموعة الثانية وهي أنتي ألسر درجز، وبتتكون من شقين، مجموعتين. المجموعة الأولى إيه؟ وهي H2 receptor antagonists. يعني شو H2 receptors؟ يعني هي نفسها H2 blockers. blockers يعني بتوقف، اللي بتوقف إفراز اللي هو إيش؟ ال HCl اللي هو الأسيد اللي موجود وين؟ في اللي بتفرزه البرايتال سيلز. خلينا نعلم هنا، نعلم اللي بتفرز، نغير اللون عشان هذا هو أصلا اللون أحمر. ها شايفين البرايتال سيلز اللي موجودة وين؟ في الاستومك، اللي أخذناها قبل كده في تشريح 2 إذا ذاكرين. برايتال سيلز بتفرز ال HCl الأسيد في الاستومك. هان هذه الأدوية بتوقف اللي هو إفراز الأسيد من البرايتال سيلز. عشان كده يعني they are also called، كمان لها اسم تاني، histamine H2 receptors antagonists but are commonly called H2 blockers. يبقى ايش الاسم المتعارف عليه؟ اللي هو ال H2 blockers. هذه المجموعة يعني لو انت اختصرتها وقلت H2 blockers بمشي الحال. هذه أدوية المجموعة الأولى من أدوية الأنتي ألسر درايز، اللي هي الأدوية ضد التقرحات اللي موجودة وين؟ في الجهاز الهضمي. طيب إيش أبرز الأدوية اللي موجودة هان؟ في عنا دواء لحظة نرفع هاي هيك لتحت، تمام. الجينيريك نيم إلو سيميتيدين. السيميتيدين اللي هو الاسم التجاري المعروف والمشهور تجاميد. تجاميد طبعا الكلاسيفيكيشن لو انت كتبت الي اللي هو H2 blockers بكفي من كل هذا السيمفونية اللي انتم شايفينها. H2 blockers. الاكشن ايش؟ ما احنا حكينا الاكشن ايش؟ ايش بيعمل؟ inhibits the action of histamine at the histamine H2. يعني بيقلل لي ايش؟ inhibiting هان، لو جيت هان inhibiting gastric acid secretion and reducing total pepsin out بوت. بس هذه الجملة inhibiting، بعمل inhibition يعني بوقف وبقلل الجاستريك أسيدز. استخداماته لإيش؟ بيستخدم short term. ها ديروا بالكم short term يعني بيعطي مفعول قصير، short term لحد up to 8 weeks، لعند 8 أسابيع بيستخدم، اللي هو maintains the treatment of a duodenal ulcer اللي هو قرحة الاثنى عشر، يستخدم لقرحة الاثنى عشر. management of hyper secretion of gastric acid، الافرازات العالية من الحموضة الحامض اللي في المعدة برضو التجميد بيعالجها او يوصف لها. short term treatment of benign gastric ulcer، برضو للبناين gastric ulcers اللي هي طبعا التقرحات الحميدة اللي موجودة في المعدة. تمام، هذا أول دواء. ولو جينا نقول عن التجميد راح نلاقي كمان إنه هو، خلينا نرفع الصورة عشان تشوفوا الشاشة كاملة معنا. treatment of pathologic hyper secretory conditions زي مين؟ زي ال ZE syndrome أو إيش بسموه هنا اختصاره؟ ZES syndrome اللي هو زولينجر إليسن سيندروم. هذا ايش يعني زولينجر إليسن سيندروم؟ اذا حدا يعني سالك عليه، people have
زولينجر-إليسن سيندروم develop tumors، يعني في تورمات. هل تدخلنا في موضوع الأورام known as gastrinomas in the pancreas and the duodenum، يبقى وين بيجي في المعدة والبنكرياس وبالذات طبعا في الجهاز الهضمي في الشق اللي هو الديودينوم. اوكي، يبقى التجميد تايو مربوط كمان في سندروم اسمه زولينجر إليسن سندروم. اوكي طيب، في عندنا كمان بيعطى التجميد او السيميتيدين بروفيلاكسز للستريس انديوست ألسر، الناس اللي عندهم تقرحات نتيجة التوترات اللي بتصير أيضا بيعطى بروفيلاكتيك كوقاية من هذه التقرحات. ويعني إذا الأو تي سي اللي هي أوفر ذا كاونتر، يعني يعطى يعني بدون وصفة طبية، يعني هيك معناها اللي هي الأو تي سي أوفر ذا كاونتر، يستخدم تو ريليف سيمبتومز أوف هارت بيرن. الناس اللي عندهم الحزاز، الناس اللي عندهم حزاز والاسيد انجستشن يعني والريفلكس ايزوفاجايتس اللي هو الحامض لما بيرجع من المريء، كل هذول الناس بتلاقي بياخذوا اللي هو الحبه وبهرشوها و بتقلل من الحامضيه وبرتاحوا على الفور يعني. ماشي، الجرعه يعني للاطفال ما حدش بحبز انه للاطفال انه اقل من 12 سنه انه ينعطى. ماشي، وفي منه طبعا حبوب وفي منه كمان يعني انجكشن ابر، وبالتالي يعني التجميد يعني دواء معروف، يعني لو بكره رحتوا على المستشفيات راح تلاقوه بكثره موجود. طبعا ممنوع ينعطى للاطفال اللي اقل من 16 سنه واقل من 12 سنه، والناس المرضعات يعني برضه اللاكتيشن مدر برضو يعني ممنوع ينعطى. ليش؟ وكمان هو بيعمل ديروبالكو امبير درينال اند هيباتيك فانكشن، وبالتالي الناس اللي عندهم مشاكل في الكلية وفي الكبد برضو ما ممنوع ينعطوا هذا الدواء اللي هو التجميد. من الأعراض الجانبية السايد افكت يعني لإله على مستوى البلد وعلى مستوى السي ان اس سنترال نيرفس سيستم والكارديوفاسكولار والجاسترونتستينال، خلينا نشوف ناخذ لنا كم من عرض جانبي. وزي ما انا قلت لكم ليس بالضروره انه هي كلها هذه الاعراض تظهر عند الناس، بصير اللي هو ترومبوسايتوبينيا، ديروا بالكم بتقلل اللي هي الصفائح الدمويه بتقل عند الناس، عشان كده الناس اللي عندهم ترومبوسايتوبينيا والصفائح نازله يفضل ان هم ما ياخذوش اللي هو التجميد. وعلى مستوى السنترال نيرفس سيستم بيعمل ديزنس وبيعمل هيديك وهلوسينيشن، يعني بيعمل دوران وصداع وشويه هلوسه واتاكسيا، يعني عدم توازن، هذه كلها من السي ان اس يعني سايد افكت. على مستوى الكارديوفاسكولار القلب والاوعيه الدمويه، يعني الكاردياك اريثمياز following بيعمل عدم انتظام في ضربات القلب، بالذات لما يتاخذ اي في بالوريد، بالذات لما نعطيه بالوريد التجميد ممكن يعمل لي اريثميا. وديروا بالكم في شغله خطيره، ممكن يعمل كارديك اريست يعني يوقف القلب، وبيعمل هايبوتنشن بنزل الضغط، هذا في حال استخدم وريدي. هذه ملاحظه ايضا مهمه وخطيره في نفس الوقت، وخلينا ننتبه. على مستوى الجهاز الهضمي بيعمل دياريا اسهال، وبيعمل هيباتيك فايبروسيس يعني تليفات يعني في الكبد، وبيعمل يعني هيباتايتس، وبيعمل بنكرياتايتس، هذه كلها يعني برضو على مستوى الجاسترو انتستينال تراكت. طيب، وبتطلعوا على البقيه، احنا ما بدنا يعني نركز يعني طبعا نحفظ كل السايد افكت، ولكن احنا السايد افكت اللي بنحكيها يعني خذوا بالكم منها، وربما تيجي في اختيار من متعدد او تيجي ايضا في الصح وغلط، او ربما يعني نسالكم نقول لكم اذكر لنا اثنين ثلاثه سايد افكت من هذا الدواء. وهذه اسئله يعني قليله مش بكثره يعني احنا بنطرحها، ولكن بدكم تاخذوا بالكم انها في حال اجت في الصح والغلط او اختيار من متعدد. طيب،
النيرسينج كونسيدريشن قلنا انه انت يعني بدك مدام فهمت السايد افكت ومدام فهمت يعني الاكشن ومدام فهمت كل ما سبق انت لوحدك بتصير تحكي على موضوع السايد النيرسينج كونسيدريشن وتقول يعني كيف انت بدك تتعامل مع هذا الدواء. يعني لما قلنا ادمنستر اورال ميديكيشن ود ميلز مع الاكل بدنا ناخذ اللي هو الاورال ميديكيشن. ها وبالنسبه للاي في الانترافينوس ديليوشن لازم يكون مخفف، ديروا بالكم وبهدوء، وبدنا نراقب كمان اللي هو ايش نبضات القلب ما دام عرفنا انه في ممكن يصير اريتميا وممكن يكون يصير كاردياك ارست بدنا نراقب. طيب ادمنستر اي ام دوز اندليوتد ديب، بدنا نعطي اللي هي الجرعه العضليه اذا كان في العضل بدنا نديه ديب انتو لارج ماسل جروب في عضلات كبيره ماشي زي الجلوتيال ماسل. اوكي جيف دراج ويذ ميلز ات بيد تايم، يعني لما بده ينام يعني مع الاكل، وبعدين اللي هو ايش لما بده ينام اللي هو المريض. طيب نوت ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت، بدك تطلع يعني على الحاله العامه للمريض بدك تنتبه لها، والساينز اوف انفكشن بدك تشوف اذا في اعراض يعني التهابات عنده، وبدك تشوف الدياريا لانه قلنا بيعمل سايد افكت على الجاسترونتستينال تراك، ومنتين اديكويت هايدريشن يعني وياخذ ميه وسوائل كتير، وبدك تشوف الرينال فانكشن تراقب يعني وظائف الكليه، وفي حال انه يعني كان في مشاكل في الكليه والكبد يعني بدك انت تقلل يعني الجرعه وتنتبه وتبلغ كمان الطبيب وتقول له انه الجرعه يعني في عنده مشاكل في التحاليل للكليه والكبد، وبالتالي طبعا يعني ربما الطبيب حتى كمان ما يكون مش ماخذ باله، انت بدك تاخذ بالك لانه العمليه كلها تكامليه وهكذا. اوكي احنا الان يعني خلينا ننتقل نشوف الدواء الثاني من مجموعه الانتي ألسر دراج اللي هو الرانتيدين هيدروكلورايد، يعني مشهور الرانتيدين اللي هو التريد نيم لإله زنتك او راندين، زنتك او راندين. تمام يبقى الرانتيدين هيدروكلورايد اللي هو التريد نيم لإله زنتك او راندين، وهذا يعني في منه طبعا امبولات وفي منه امبولز يعني اللي هو الامبول اللي بنعطى بالوريد او بالعضل، وفي منه طبعا بيكون اللي هو تابلت. الكلاسيفيكيشن اللي هو اتش 2 ريسبتور زي ما قلنا او اتش 2 بلوكر، خلينا معتمدين كلمه اتش 2 بلوكر يعني افضل. والاكشن يعني من الاكشن تبع المجموعه كلها تبعت الانتي ألسر، واليوزز شايف كيف بقول انظر للسيميتيدين نفس اليوزز تبعت السيميتيدين. والكونترا انديكيشن ممنوع ينعطى في الليفر سيروسز، وفي حاله ايضا الرينال والهيباتيك فانكشن امبيرد اذا كان في مشاكل يعني فيهم، وفي حاله الحوامل بريجننسي واللاكتيشن المرضعه. الدوز يعني ما بدنا ندق يعني على الدوز كثير في هذا الموضوع. السايد افكت يعني بتقدر تقول شبيهه يعني بالسايد افكت تبعت السيميتيدين، ولكن خلينا ندق على بعض الاشياء البسيطه. بيعمل براديكارديا اوكي او تاكيكارديا، شايفين يا بيعلي النبض يا بيوطي النبض. وخذوا بالكم هنا كمان يعني على مستوى الجلد كمان بيعمل راش طفح جلدي ربما يعمل كسايد افكت، والوبيشيا يعني بيعمل بتك الشعر يعني احيانا زي لكنه كيموثيرابي، انتم شايفين الكيموثيرابي وال الكيماويات اللي بتنعطى للناس اللي عندهم كانسر يعني بيعملوا الوبيشيا، فكمان اللي هو الرانتيدين يعني ممكن اللي هو يعمل الوبيشيا. وعلى مستوى الجاسترو انتستينال بيعمل لنا دياريا ونوزيا وفوميتنج وابدومينال بين، ويعني بيعمل سايد افكت عديده اطلعوا ايضا عليها للاطلاع. ومهم الانسان يعرف السايد افكت حتى يعرف كيف يتفادى هذا السايد افكت. اوكي طيب النيرسينج كونسيدريشن مهم جدا انه احنا نعمل ديليوشن
في حالة إن إحنا أعطيناه آي في، إن إحنا نخفف كل 50 ميلي جرام منه بدنا نحطه ب 20 ميلي من إيش؟ من نورمال سلاين 0.9% NaCl، هذا النورمال سلاين محلول اللي هو الملحي، وبدنا نعطيه على وين؟ على 30 منت، يعني في نص ساعة بدنا نعطيه. هذه مهمة. أوكي؟ نوت أيضا نلاحظ any evidence of renal of liver، مدام يعني ممكن يعمل impaired renal and liver function، فأنا بدي ألاحظ يعني هذا الأمر كويس، وبدي أخذ دائما التحاليل، بدي أشوف مثلا الإنزيمات تبعت الكبد قديش، ولما أنا أدي الدواء أقيس كمان مرة وأشوف يعني هل صار فيها مشاكل ولا ما صارش، مش بعد كل جرعة يعني، القصد بعد يوم يومين من استخدام الرندين بتم عملية فحص لوظائف الكبد والكلية، وبدنا نشوف طبعا إذا في أي علامات التهابات وكذا، لكن هدول أهم شغلات يعني في النيرسينج كونسيدريشن، خدوا بالكم منهم بالنسبة للرندين أو الزنتاج. المجموعة الثانية في مجموعة الأنتي ألسر دراج، وهي مجموعة بروتون بامب إنهيبيتورز دراجز. خلينا نشوف يعني إيشو يعني هذه المجموعة. طبعا بروتون بامب إنهيبيتورز أو PPI S are a group of drugs whose main action is pronounced clear and long lasting long acting. كنا قلنا short acting يعني اللي هو فترة قصيرة، لكن هنا long acting reduction of gastric acid production، يعني بتمنع الحامض انه انتاج الحامض او بتقلل الحامض لفترة طويلة من الوقت، اللي فاتوا فترات قصيرة. هاي مثلا ميزة انتبهوا، البروتون بام بيختلف عن اللي هي الH2 blockers. They are برضو the most potent strong inhibitors of acid secretion available today. يعني هي الطفرة، آخر شيء ما توصل إليه العلم وبفضلوها في موضوع إنهم للناس اللي في عندهم مشاكل في حامض المعدة بوصفوا لهم اللي هي من مجموعة البروتون بامب انهيبيتور. خلينا نعلم أفضل التعليم كويس. The most potent اللي هو إيش؟ strong inhibitors. The group followed and has largely superseded another group of pharmaceutical. خلينا على يعني على واحد واثنين، يعني هذولا يعني خدوا بالكم منها، من الأمثلة على البروتون بامب انهيبيتورز بتسمعوا فيهم كتير، وهو الأوميبرازول ماشي، ولانسوبرازول ماشي، شايفين كله برازول أخريته برازول شايفين هذه المجموعة اللي هي إيش؟ من مجموعة بروتون بامب انهيبيتور. أوكي طيب، طبعا يعني هنا في ترجمة يعني حرفية بلا منها الترجمة الحرفية، خلينا اللي هو في الدواء الأول منها اللي هي الأوميبرازول من مجموعة البروتون بامب انهيبيتور، اللي هي أول دواء اللي هو إيش؟ الأوميبرازول. التريد نيم طبعا بيبتيكم، مشهور عندنا بيبتيكم، يعني هذا الاسم مش مشهور، ميبرال يعني ممكن موجود يعني منه ماشي، لكن بيبتيكم هو الأوميبرازول. الكلاسيفيكيشن اللي هو البروتون بامب انهيبيتور زي ما قلنا، والاكشن بيعمل لي ايش؟ جاستريك اسيد بامب انهيبيتور انهيبيتس اكتيفيتي، بيقلل لي نشاط اللي هو الاسيد البروتون بامب اند باينس تو هيدروجين بوتاسيوم، بتزيد لي الرابط طبعا بين الهيدروجين والبوتاسيوم، وفي النهايه بيقلل اوف اللي هو الجاستريك بارايتال سيلز تو بلوك فورميشن اوف جاس، بيخلي البارايتال سيلز انه بتوقف انتاج اللي هو الجاستريك اسيد لفتره طويله وليست فتره قصيره. هذا اللي هو اول واحد اللي هو الأوميبرازول. طيب
طبعا استخداماته بيستخدم للناس اللي عندهم مشاكل طبعا في الديودينال ألسر، عندهم قرحة في الاثنى عشر، والناس اللي عندهم طبعا في مشاكل حزاز يعني بصورة كبيرة، وبيعملهم طبعا يعني الناتجة طبعا عن نتيجة الأعراض الجاسترو إيسوفيجال ريفلكس ديزيز اللي هو الإرجاع الحامض اللي ناتج عن اللي المريء اللي بيطلع من المعدة على المريء، وهذا طبعا بيوصفوا له اللي هو الاوميبرازول. شورت تيرم تريتمنت اوف اكتيف بيناين جاستريك ألسر، كمان ممكن يتم معالجة البيناين جاستريك ألسر القرحة المعدية. وهنا اللي هو إراديكيشن بقلل، تسمعوا طبعا الهيليكوباكتر بايلوري اللي هي البكتيريا اللي موجودة في المعدة، لكن مش لحاله، بندي الأوميبرازول مع الأموكسيسيلين أو مترونيدازول أند كلاريترومايسين. هذا يسموه الدواء الثلاثي، الدواء أي ثلاثة الثلاثي لاستخدام اللي هي الناس، هذا مشهور عندنا في غزة، الناس دائما بقول لك في عندي أنا بكتيريا الهيليكوباكتر موجودة في معدتي، فبياخذوا لها علاج ثلاثي، ماشي، اللي هو الكلام اللي احنا حكيناه الان، من ضمنهم الاوميبرازول. طيب اشكاله، في منه كبسول وفي تابلت وفي باودر، وجرعته طبعا يعني زي ما انتم شايفين. السايد افكت بيعمل باك بين على مستوى الماسكولوسكيليتال مسل، بيعمل الم في الظهر، وعلى مستوى السي ان اس بيعمل هيديك وديزنس، وبيعمل فيرتايجو دوخه، وبيعمل توترات، يعني هذه سايد افكت. وعلى مستوى الجلد بيعملنا رياش طفح جلدي، وعلى مستوى المعده الامعاء والمعده بيعمل لي دياريا وابدومينال بين، يعني الم في البطن ونوزيا وفوميتنج، غثيان وقيء وما الى شبه، ممكن يعمل كونستيبيشن كمان اللي هو امساك، وبيعمل جفاف في الفم دراي ماو. وعلى مستوى التنفس بيعمل اللي هو ابر ريسبيراتوري سيمتومز، وبيعمل كف ممكن سعلة، وإبستاكسيز اللي هو الرعفة، ممكن تنزل الرعفة، وهذه كلها سايد افكت ممكن تظهر عند الناس وممكن ما تظهرش بالمرة عند الآخرين. ممنوع نعطي، وفي تحذيرات وكونترا انديكيشن، ممنوع نعطي عند ما يكون المريض عنده حساسية هايبر سنسيتيفيتي تو إمبرازول أور إتس كومبوننت أو أي مشتقات الإمبرازول، ماشي، وللناس الحوامل لأ، والناس المرضعات لأ، اللاكتيشن مضر، والبيشنتس اللي عندهم هايبوكاليميا البوتاسيوم عندهم واطي برضه ما نعطيهمش لانه هو بيعمل هايبوكاليميا، والناس اللي عندهم مشاكل في الريسبيراتوري عندهم الكالوسيس ما نعطيهمش ايضا الاوميبرازول. اوكي، النيرسينج كونسيدريشن، كل الشرح اللي احنا تو شرحنا نقول بنعطي وما نعطيش وبنتكلم، هذه كلها نيرسينج كونسيدريشن. عشان كده يعني انتم مهم ان انتم دائما تقرؤوها بالوحده النيرسينج كونسيدريشن، لانه هي اللي بتعنيكم بشكل كبير. يعني هنا الدوسج ادجستمنت مي بي نيسيسري ان بيشنت وذ هيباتيك امبيرمنت، يعني بدكم تاخذوا دائما قديش احنا بنركز على موضوع الرينال والهيباتيك اللي هو فانكشن، هذا يعني مهم انتم تاخذوا بالكم منها، قديش احنا كررنا علينا انه الناس اللي عندهم مشاكل في الكليه والكبد في موضوع الانتي ألسر والانتي أسر، يعني ناخد بالنا من هذا الموضوع في النيرسينج كونسيدريشن. كمان نعمل انستراكشن للبيشنت، كمان نعلم المريض نقول له تتيك دراجز 30 مينتس بيفور ميل، قبل الاكل بنص ساعه، ماشي، قبل الاكل بنص ساعه. وكوشن بيشنت تو افويد هازاردس اللي هو اكتيفيتيز اف هي جيتس ديزني، اذا هو بيعاني من مشاكل ومن دوخه يعني بدك انت تحذره تقول له دير بالك هذا الدواء ممكن يزيد هذه الدوخه. اوكي، ويعني في نيرسينج كونسيدريشن اخرى ايضا اطلعوا عليها كويس. طيب المجموعه الثالثه وهي مجموعه الايميتيك دراجز، مجموعه الايميتيك دراجز اللي هي ايش؟ الادويه اللي بتخلي الانسان يعمل قيء، تعمل induce vomiting، induce vomiting، يبقى emetics
used in cases of acute poisoning. يعني واحد صار عنده تسمم وبالع اللي هو يعني أدوية، وطفل شرب مثلا حبوب كتير أو شراب، أو إحنا لقينا بدنا نعمل induced vomiting. طبعا هذه الأدوية بتعمل اللي هو تحفيز للقيء. طبعا مش في كل البويزنينج حتى كمان اللي هو بصير القيء، مثلا في الكيميكال بويزنينج ممنوع انه انت تعمل انديوسنج للفوميتنج. ليش؟ لانه المواد الكيماويه بتنزل اللي هو بتعمل حرق، فانت لما تعمل كمان انديوسنج ليلويه كمان راجعه بتعمل كمان حرق اضافي وبالتالي ممنوع. اوكي، الفوميتنج يعني اللي هو القيء كان بي اليستد either by directed action by, on the chemoreceptor trigger zone. يعني انه انت ممكن تحفز يعني المنطقه اللي بتخلي الانسان اللي هو يصير يعمل فوميتنج، وهذه المنطقه موجوده اللي هو في المظله في الدماغ، or by indirect stimulation او بواسطه التحفيز للجهاز الهضمي انه يعمل اللي هو فوميتنج. ووسائل التحفيز طبعا عديده. في عندنا هنا من الادويه ابوموروفين اتش سي ال، اللي هو ايش بنقول عنه؟ اللي هو من مجموعه الكلاسيفيكيشن، ماشي؟ عفوا، هو الكلاسيفيكيشن تبعه اللي هو ايش؟ ايميتيك دراج. هذا بتجيك ادويه انتي ايميتيك دراجز، يعني احنا ما بدنا اياه يعمل فوميتنج، بدنا نوقف الفوميتنج. هذه ايش بدنا اياه يعمل فوميتنج. اوكي، طبعا استخدامها اللي هو في حالات اللي هو الدراج اوفر دوز، في حاله يعني صار جرعه زائده من الادويه، وفي حاله التسمم. الكونترا انديكيشن ممنوع ان ينعطى في حالات الشوك في الصدمه، واحد عنده شوك ما ينفعش. والدراج انديوس سي ان اس ديبريشن، يعني الادويه ايضا اللي بتعمل مشاكل في الاعصاب السنتر نيرفس سيستم. و كونترا انديكيشن في حال انجستشن اوف كورسيف، ارجت الكورسيف المواد الحارقه، واحد اللي هو بلع او شرب مواد حارقه، يعني ما بينفع ان احنا نعطيه اللي هو ادويه الليميتنج. وهذا ليش انا تو حكيته اول شيء، تذكرته في سؤال يعني كان يجي بالامتحانات زمان في مزاولة المهنة في التمريض. بيشنت سنسيتيف تو المورفين، ماشي؟ هنا عشان كده اسمه ابو مورفين اتش سي ال، يعني عشان تتذكروا في مورفين، ماشي، وابوه بتقول ابو مورفين اللي هو دواء اللي هو الايميتي، ماشي. الناس اللي عندهم حساسيه من المورفين ما بنعطيهم اللي هو هذا الدواء. اوكي، الابومورفين طبعا في سايد افكت يعني له، ممكن يعمل، لانه طبعا في من مشتقات المورفين يفوريا، يعني شعور انه يعني زي ما بقول هيك شاعر بالنشوه يعني، وبس، او ممكن يصير في عنده احباط ديبريشن، تريمرز، رعشه بتصير، تكبنيا، سرعه في التنفس بتصير. وفي حالات طبعا الاوفر دوز ميلي تو اكسسيف ايميسيس، اذا احنا ادينا جرعه زايده من دواء هذا اللي هو الايميتيك دراجز ممكن يصير ناتج قيء يعني بزياده. وجرعته يعني زي ما انتم شايفينه. النيرسينج كونسيدريشن، ديروا بالكم قبل الادمنستريشن، يعني give a client 300 ملي اوف ووتر، ادي له يعني 300 سنتي من الميه، و ستور سوليوشن ان دارك كلوزد كونتينر، بدك تحط الدواء هذا في وعاء يعني مظلم، لانه طبعا هذا بتاثر من الضوء. و هاف نالوكسون، دير بالك كان النالوكسون مهم جدا، النالوكسون هو مضاد لهذا الدواء، لانه في حالات الريسبيرت صار عنده مثلا وقف نفسه من هذا الدواء، ايش بدك تساوي؟ بده يكون الانتيدوت له للمورفين اللي هو النالوكسون. النالوكسون هنا مهم جدا يكون موجود عندك قبل ما تعطي هذا الدواء عشان توقف فعاليته، بيعمل ريفيرس افكت. اوكي،
وبدك انت كتمريض بدك تلاحظ اللي هو السنسيتيفيتي، الحساسيه للمورفين. اذا كان عنده حساسيه ممنوع تعطيله اللي هو هذا الدواء. وفي دواء ثاني ايبيكاك سيرب، شايفين اسمه حلو بنتساش، ايبيكاك سيرب مش ايبيساس، ايبيكاك تلفظ سيرب، اللي هو كلاسيفيكيشن برضه ايميتيك دراجز، و يعني تقريبا يعني زيه زي اللي هو الابو مورفين فعاليته، بنعطى في الدراج اوفر دوز وفي البويزنينج، وممنوع ينعطى في الكورسيف، وممنوع ينعطى للمريض الانكونشس اللي هو الغير واعي وفي حالات الشك، يعني تقريبا نفس الكونترا انديكيشن للابو مورفين. يعني انا بدي اتوقف يعني هنا عند الانتي ايميتيك دراجز ان شاء الله تعالى، يعني في اللقاء المقبل منكمل بإذنه تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.